بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم شباب. معاكم احمد سلامه، هنكمل مع بعض ال CCNA 200301. خلصنا في الفيديو اللي فات ازاي نعمل ريكفري للسيسكو كاتاليست سويتش، والنهارده ان شاء الله شباب هنتكلم عن الراوتر. الراوتر احنا قلنا امره بسيط خالص، احنا هنحتاج نوصل كابل الكونسول تمام، وتدخل على الراوتر. فاصل المشكله خليني اوريها لك. لو انا جيت هنا، طبعا توصيل كابل الكونسول احنا خدناها قبل كده وخلاص بقى، يعني الناس المفروض فهماها في الفيديوهات اللي فاتت. لو فتحنا هنا برنامج البوتي ودخلنا على الكوم، طبعا انت بتعرف الكوم بتاعك رقمه كام، وما تنساش تظبط الاعدادات دي للاعدادات الاساسيه، وتقول له اوبن السيشن. اول ما تيجي تدخل على الراوتر هيقول لك انت مين، الباسورد. فالفكره في ايه يا شباب؟ لو انت مش عارف الباسورد بتاع الراوتر ده، محتاجين نعمل له ريكفري. الراوتر صراحة اسهل من السويتش. كل انت هتعمله ان انت هتوصل توصيلة الكونسول بتاعتك تمام، وهتعمل ريستارت للراوتر، هتعمل باور اوف ثم بعد ذلك باور اون، وتبتدي تدوس على زرار البريك اللي عندك في الكيبورد او زرار البوز. وطبعا ده بيختلف عن جهاز للاخر يا شباب. طيب بعد ما هتعمل زرار البريك، في بعض الخطوات اللي قلنا هنتبعها علشان نعمل الباسورد ريكفري يا شباب. خلينا بقى ندخل على اللابتوب ونعمل اللاب ده، احنا مش محتاجين نعمله على الريل ديفايس، انا حبيت بس اوريك التوصيله واصل الفكره على الريل ديفايس. خلينا نعمله على السيسكو باكيت تريسر، مش هتفرق، علشان الناس تبقى متابعه، اللي متابع معانا تطبق معانا خطوه بخطوه. خلينا ندخل على اللابتوب ونفتح الباكت تريسر ونبتدي نتعامل. تمام. طيب بص شباب، احنا هنسحب اللاب القديم اللي احنا كنا شغالين عليه، وليكن ان احنا هنتعامل على الراوتر ده. فاعتبر ان انت بقى في الريل لايف. الريسيت باسورد مش هينفع الا من خلال الكونسول كيبل يا شباب. احنا هنجيب بي سي وهنكونكت الراوتر ده عن طريق الكونسول كيبل، وهندخل على البي سي في اعدادات التيرمينال نعرف احنا شغالين على انهي كوم. هنا في الديسك توب في التيرمينال، طبعا في الريل لايف احنا هنشتغل بالبوتي مثلا، وهنعرف احنا شغالين على انهي كوم، ونحط الاعدادات الاساسيه بتاعت الكوميونيكيشن. هيدخلنا على الراوتر هنا، ولكن هيقول لنا انتوا مين، وهي دي اصل المشكله يا شباب. طيب عشان نعمل كده هنيجي هنا في خلي الديسكتوب دي مفتوحه او برنامج البوتي مفتوح، وهنيجي على الراوتر كفيزيكال، فين فيزيكال اهو، زوم ان، وهتعمل باور اوف، هتقفل الراوتر وتفتحه تاني. بس وانت بتفتح هتيجي هنا لازم تدوس على زرار البريك اللي هو هنا كنترول سي في الباكت تريسر يا شباب. ممكن يبقى عندك انت كنترول مع البريك في الكيبورد، هتلاقي زرار مكتوب عليه بريك او مكتوب عليه بوز. ممكن في بعض اللابتوب هيبقى مثلا كنترول مع الشيفت اللي على اليمين، ممكن اف ان مثلا مع اف 11، قلنا هتسيرش على الموضوع دوت في الكيبورد بتاعك. طيب ايه اللي انا محتاجه على الرومون هنا؟ لو دوسنا علامه استفهام انتر هيقول لك الاوامر الرومون بيكتبها. انا محتاج امر الكونفجريشن ريجستري، الكلام ده احنا شرحناه في المودز بالتفصيل. كونف، بص لو دوست على تاب مش هيكمل لك، فلازم تبقى حافظ الامر زي ما هو 0x2142، وهقول له بعد كده امر الريسيت اللي هو الريستارت. يعني انا بكل بساطه بال 0x2142 انا بقول له باي باس الانفي رام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول له ما تبصش على الكونفيجريشن فايل ودخلني على الراوتر كان ما عليهوش كونفيجريشن خالص. هقول له انتر، هيبتدي يعمل ريستارت وهيدخلك على الراوتر من غير بقى ما يطلب منك باسورد، لانه هو ما حطش اصلا ملف الكونفيجريشن فايل قدامك. اهو بص كان الراوتر لسه فاتح من جديد اهو. هبتدي اقول له نو، انا مش عايز اعمل سيت اب، وهبتدي اخش على الانيبل عادي خالص، مفيش باسورد. طيب ايه اللي انا عايز اعمله بقى يا شباب؟ اول حاجه انا عايز اسحب ملف الكونفيجريشن فايل احطه على الرامات، احطه قدامي علشان ابتدي اعدل عليه وريموف الباسورد القديم واحط الباسورد الجديد. هعمل الكلام ده ازاي؟ هبتدي اقول له كوبي ستارت اب، اسف، كونفيجريشن
حطها لي في الرننج كونفيجريشن. الستارت اب كونفيجريشن دي بتعبر عن، برافو عليك، الام في رام، والرننج كونفيجريشن بتعبر عن الرام اللي هي الاعدادات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. بيقول لك ديستنيشن فايل نيم رننج كونفيجريشن يس. بص رجع لي الراوتر الاسم اهو اللي احنا كنا حاطينه. هبتدي بقى اخش على الكونف تي وابتدي اقول له نو انيبل سيكريت، مش احنا كنا حاطين له سيكريت؟ تمام كده انا شلت الانيبل سيكريت، وابتدي اقول له تاني انيبل سيكريت واحط الباسورد الجديده اللي انا عايزها سيسكو مثلا، انتر، وابتدي اخش على اللاينز بتاعتي لاين كونسول زيرو، وابتدي اقول له نو باسورد، بعد كده اقول له الباسورد الجديد بتاعتك سيسكو، وما تنساش تقول له لوجن علشان يفهم ان الباسورد دي بتاعتك. وممكن بقى اخش من لاين جوه لاين بس من غير ما يكمل لك، لازم تبقى حافظ الامر. اقول له لاين في تي واي زيرو، خلاص هو كده دخلني على اللاين بتاع التيرمينال. هبتدي اقول له نو باسورد والباسورد بتاعك مثلا سيسكو ولوج ان. تمام يبقى انا كده حطيت الباسوردات بتاعتي. طيب كنترول زد ارجع للرام واقول له دبليو ار او رايت الكلام دوت او الامر اللي هو كوبي، نعكس بقى رننج كونفيجريشن ستارت اب كونفيجريشن. حط لي الرننج كونفيجريشن دي في الريستارت اب كونفيجريشن تاني، رجع لي الكونفيجريشن اللي انا لسه حاطتها ديت، حطها لي في الام في رام. فبكده شباب هيرجع الكونفيجريشن زي ما كانت بالظبط مع الباسوردات اللي انت غيرتها، فانت كده عملت ريكفر للباسورد. بس خد بالك بقى ان انت لسه في المود بتاع الزيرو اكس 2142. تمام؟ لو جينا هنا قلنا له كومب، دخلنا على الكونفيجريشن، وقلنا له كونف ريجستر علامه استفهام، بيقول لك حط لي الرقم بتاعك، احنا عايزين الزيرو اكس 2102. وده الكونفيجريشن ريجستر الديفولت اللي هو بيبص على الام في رام وهو بيريلود. تعال بقى نعمل كنترول زد ونريلود الراوتر دوت نشوف الكلام اللي احنا عملناه ده اشتغل ولا لا. هاز بين موديفايد، انت عايز تسيف؟ يس. انا نسيت اسيف طبعا، لازم تعمل سيف. خلينا كنترول زد، هو هنا هيسيفها لي. بس تنساش ان انت بعد ما تقول له الكونفيجريشن ريجستر بتاعك 0x2102 تعمل له كوبي رننج كونفيجريشن ستارت اب كونفيجريشن علشان يسمع الكلام ده. اقول له يس، انتر، كونفيرم الريلود، هيبتدي يعمل ريستارت لنظام التشغيل بتاع الراوتر، وهيروح يدور على الكونفيجريشن فايل ويفعله لك، وهتلاقي الباسوردات الجديده اللي انت عملتها. بص انا الباسورد بتاعي سيسكو، تمام، اي ان سيسكو، تمام، والراوتر جاي بكل اعداداته. لو انا قلت له شو ران هتلاقي كل الكونفيجريشن بالاي بي ادرس اللي احنا كنا حاطينه 1.1 وما الى ذلك. شويه يبقى هي دي كده بكل بساطه واختصار ازاي تعمل باسورد ريكفري للسيسكو راوتر. اتمنى شباب ان الفيديو يكون فاتكم. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل الجديد. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.